اقف على جنب يا عجم، احنا مش هنقعد نلف للصبح. اقف لما نشوف هيعترفوا ولا لا. كفايه لف بقى يا مازو والنبي. طب اقول لك نزلنا انا احسن، جالي دوار بحر. جالك دوار بحر في عربيه يا حوله؟ فلوسي فين يا حوش يا المامه؟ عم مازو انا هعترف، انا عارف ان انا الغلط ركبني من ساس راسي، بس اطمن فلوسك في الحفظ والصون هرجعها لك اول ما بيع الالبوم. انت كمان عملت البوم اغاني؟ لا البوم صور، جمعت كل صوري من وانا صغير خالص بلبوصه، فاكر انت الصوره دي؟ هنزلها ونكسب فيها، هديك جزء، وان شاء الله الشهرته ومليان حفلات وافراح هديك برضو جزء، هديك فلوسك كلها بس بالتقسيط. لا ما انا عندي مفاجاه ليك انت مش واخد بالك منها. انت عارف العقد اللي انا مضيتك عليه ده عقد ايه؟ طبعا ده عقد حفلات وافراح واللي هي الملاح. لا يا حبيبي، ده عقد يمنعك من الغنى في اي مكان او في اي حته غير باذني، عقد احتكار مدته 77 سنه. انت بتحتقرني يا مازو؟ انا كده كده بحتقرك يا سعدون من ساعه معرفتك، بس ده تقدر تقول عقد استبداد، عقد استعباد، عقد يمنعك من الغنى في اي حته حتى في الحمام على سبيل الدندنه. لا 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 يا مازو بلاش الغنى خالص، ايه رايك تمنعني من اي موهبه تانيه؟ هو انت عندك اولانيه؟ انت معدوم الموهبه يا حبيبي، وديت ال 17 مليون بتوعي فين يا حرامي؟ يا راجل هم كفوا حاجه، ده عمرو ابو دياب واخد مني بس هو لوحده 10 مليون جنيه. اديت عمرو دياب 10 مليون جنيه عشان يغني معاك؟ عشان يرد عليا على الموبايل بتاعه، انا كنت هديله الباقي لو غنى معايا، بس للاسف قفل السكه في وشي. الهجمه بيتحارب يا مصر. الهجمه لازم يتحاكم مش يتحارب، اسمع منك ليها. اللي فيكم هيدلني على مكان شويكار انا هسيبه. بجد بجد يا مازو هتسيبه؟ هسيبه يعيش 10 دقايق زياده عن الباقيين. حلوين ال10 دقايق دول يا مازو بيه؟ اول واحد يلحق يتشهد. انت مشكلتك كلها ان انت عايز الست شويكار. اه مين بقى اللي يقول لك فين الست شويكار؟ مين؟ البواب الجديد اني اكس بواب، وياما عملنا الحركات دي وفهمهم كويس. احنا نروح ندي الواد على دماغه ويقول لنا شويكار فيه. انت صح، ربع ساعه زياده ليك. ربنا يبارك لك. اطلع يا عجمي على البيت القديم. حرام عليك يا مازو، ما تعملش فينا كده يا اخي. مازو ما تموتناش يا مازو، حرام عليك. بس ابننا حبنا. لو ما سكتوش شغل عليهم التكييف الساعة لحد ما يتجمدوا. مازو والله يا استاذ مازو، اطلع فتش العمارة شقة شقة، مش هتلاقي واحدة اسمها شويكار. وانا لسه هفتش شقة شقة، اصل انا يا دياب لازم الاقي الست اللي اسمها شويكار دي بأي شكل. طب انت ما شفتهاش رجعت خدت حاجه من شقتها او حاجه؟ ما انا ما شفتهاش، ولو شفتها مش هعرفها. مش هتعرفها ازاي؟ انت مش عارف شكلها؟ ما هو انا لما جيت هنا كانت هي مشيت ما دام شويكار وجت استاذه مايا. طب ركز معايا، استاذه مايا دي ست كبيره ولا عيله صغيره؟ لا ست كبيره بس غلبانه. غلبانه ولا عامله نفسها غلبانه؟ شهاده لله عامله نفسها غلبانه. انت عرفت منين ان اسمها مايا؟ ما هي اللي قالت لي. هي اللي قالت لك؟ انما انت ما شفتش بطاقتها ولا باسبورها ولا رخصه عربيتها ولا حد نادلها من تحت قال لها يا مايا. ما حصلش. طب ركز معايا، مايا دي لما بتندهلك بتقول لك يا دياب ولا يا اطران البرك؟ ايه ده انت عرفت منين؟ بتبعتك كل يوم تجيب عيش من الفرن، ولما بتجيبه بتاخد رغيفين وترمي لك الباقي في وشك وتقول لك ده مش صابح. صح، ده على طول متجوزه راجل كبير ومهزق. الله اكبر. صح، ملط في نفسه كده، ملط قوي، ومخلفه واد اصغر منها ب 100 سنه. صح، اسمه مدبولي. اسمه بولي. اسمه بولي. انت كده عملت معايا الصح وزياده يا دياب. طلب اخير بس، هتفتح العربيه بتاعتي هتلاقي خروف ومعزه وبواب، سيب البواب وهات لي الخروف والمعزه على شقه مايا. من عينيا.